السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الأعزاء في مملكة الإنجليزي. النهاردة إن شاء الله تعالى هناخد أهم 1000 كلمة في اللغة الإنجليزية، هنقراهم ونقرأ معناهم وهنركز على الحروف الصامتة اللي موجودة في بعض الكلمات. year سنة، month شهر، week أسبوع، day يوم، hour ساعة، عندنا ال H لا تنطق، half hour نصف ساعة، ال L silent وال H silent، quarter hour ربع ساعة، minute دقيقة، second ثانية، season فصل، spring فصل الربيع، summer فصل الصيف، autumn وفيها ان سايلنت لا تنطق وتساوي كلمة فول اللي هو فصل الخريف، وينتر الشتاء، ساتردي السبت، ساندي الأحد، ماندي الاثنين، تيوزدي الثلاثاء، وينزدي الأربعاء، ثرزدي الخميس، فرايدي الجمعة، بيرثدي عيد الميلاد، هوليدي إجازة، مورنينج الصباح، نون الظهر، افترنون بعد الظهر، ايفنينج المساء، نايت الليل. نبدأ مع شهور السنة: January يناير، February فبراير، March مارس، April أبريل، May مايو، جون يونيو، جولاي يوليو، أغسطس أغسطس، سبتمبر سبتمبر، أكتوبر أكتوبر، نوفمبر نوفمبر، ديسمبر ديسمبر. بعد كده الوجبات اليومية: بريكفاست اللي هو الإفطار، لانش الغداء، دينر العشاء. بعد كده الفاميلي العائلة: family عائلة، grandpa جد، grandma جدة، father وتساوي كلمة dad أب، mother أم، son ابن، daughter ابنة. وعندنا جي اتش سايلنت لا تنطق، sister أخت، brother أخ، uncle عم أو خال، aunt عم أو خالة، cousin ابن العم او ابن الخال، جراند دوتر حفيده، وعندنا الجي اتش لا تنطق، جراند دوتر. جيرل بنت، بوي ولد، مان رجل، من رجال، وومن امراه، ويمن نساء، بيبي رضيع، تشايلد طفل، تشيلدرن اطفال، وايف زوجه، هازباند زوج، grandson حفيد. بعد كده عندنا colors and stationery اللي هي الألوان والأدوات: pen قلم جاف، pencil قلم رصاص، pencil box مقلمة، notebook كراسة، book كتاب، ruler مسطرة، chalk طباشير، وعندنا ال اللي لا تنطق، chalk، duster شاورة، board سبورة، سكول باج حقيبة مدرسية، رابر وتساوي إريزر، ستيكة، بن دبوس. بعد كده الألوان: ريد أحمر، يلو أصفر، جرين أخضر، بلو أزرق، بلاك أسود، وايت أبيض، براون بني، فايوليت وتساوي بيربل بنفسجي، أورنج برتقالي، أوليف زيتوني، ري رصاصي أو رمادي، سكارلت رجواني، ديسك مقعد للكتابة، إنك حبر، بنسل شاربنر براية، سكوير مربع، شيت ورق، إنديجو نيلي، روز وردي، كريم سمني، بينك بامبي، سكاي بلو سماوي.
عندنا البيت والأثاث house and furniture. house منزل, apartment شقة بتساوي كلمة flat, room غرفة, living room غرفة معيشة, bedroom غرفة النوم, drawing room الصالة, dining room غرفة الطعام, kitchen مطبخ, bathroom حمام, hall صالة, park حديقة, office room غرفة المكتب, library room غرفة المكتبة, door باب, bell جرس, television تلفزيون, mat سجادة, fan مروحة, window شباك, wall حائط, sofa كنبة أو أريكة, key مفتاح, bed سرير, cupboard دولاب, mirror مرآة, chair كرسي, table منضدة, computer كمبيوتر. أدوات المطبخ: fork شوكة, spoon معلقة, knife سكينة, وطبعا عندنا الكي سايلنت, glass كوب, بروم مقشة, mug كوز بيد اللي هو المج يعني, بليت طبق أو صحن, شجر سكر, شجر والاسم عليه نقطتين, شجر سكر, تي شاي, كافي قهوة, سولت ملح, تري صينية, سوب صابون, بوتل زجاجة. الكلمات الخاصة بالمدرسة: تيتشر معلم, ماستر البارع, هيد ماستر ناظر, سكول مدرسة, بيوبل تلميذ, ستيودنت طالب, كلاس فصل, لايبراري مكتبة, سبجكت المادة أو الموضوع, عربيك عربي, ماث حساب, انجليش لغة إنجليزية, ميوزك موسيقى, انك حبر, برايمري ابتدائي, بريبراتوري اعدادي, سكندري ثانوي, يونيفرسيتي جامعي, ريدنج القراءة, رايتنج الكتابة, عندنا الدبليو مش بنطاها, رايتنج, ليسننج التي برضو مش بنطاها, ليسننج الاستماع, سبيكينج التحدث, هومورك واجب, بيج صفحة, سكسس نجاح, فيلير رسوب, ستادي يذاكر, فلاج علم. الكلمات الخاصة بجسم الإنسان: بودي جسم, هيد رأس, فيس وجه, هير شعر, آي عين, إير أذن, نوز أنف, ماوث فم, لبس شفتان, تس سنة, تيث أسنان, آي تيث أنياب, باك ظهر, شولدر كتف, نك رقبة, تنغ لسان, أرم ذراع, هاند يد, فينجرز أصابع, ني ركبة, وطبعا الكي مش بنطقها, ني ركبة, ليج رجل, فيت أقدام, فوت قدم, تو إبهام القدم, هارت قلب, ليفر الكبد, برين مخ, سكال جمجمة. بعد كده الأسماء الحيوانات animals: lion أسد, tiger نمر, panther فهد, wolf ذئب, camel جمل, fox ثعلب, بير دب, جراف زرافة, زبرة حمار وحشي, monkey قرد, donkey حمار, sheep خروف, cat والتصغير بتاعها kitten يعني قطة, rabbit أرنب, fish سمكة, snake ثعبان, shark قرش سمكة القرش يعني, rat وماوس اللي هو الفأر, turtle سلحفاة, frog ضفدعة,
butterfly فراشة، fly ذبابة، spider عنكبوت، bee نحلة، dog كلب، بوبي جرو الكلب اللي هو الكلب الصغير، كاو بقرة، أوكس ثور، بافلو جاموسة، هورس حصان، هيبوبوتاموس سيد قشطة، إليفانت فيل، جوت معزة، باروت ببغان، كرو غراب، هن تشيكن دجاجة، كوك تركي ديك رومي، دوف حمامة، دك بطة، جوز أوزة، بيكوك طاووس، إيجل فولتشر النسر، بات خفاش، أويل بومة، كروكودايل تمساح، بيرد طائر، أنت نملة. نيجي بعد كده الطعام والفاكهة، بنانا موزة، أبل تفاحة، أورنج برتقالة، جريبس عنب، ديت بلح، فيج تين، ووتر ميلون بطيخ، سويت ميلون شمام، بير كمثرى، بيتش خوخ، ستروبيري فراولة، باين أبل أناناس، ليمون ليمون، فلور دقيق، كورن ذرة، ميت لحمة، فيش سمك، إيج بيض، ملك لبن، بريد خبز، بينز فول، جوافة جوافة، مانجو مانجو، توميتو طماطم، كابج كرومب، بوتيتو بطاطس، أونيونز بصل، كيوكمبر خيار، كورن ذرة، رايس أرز، كاروت جزر، إيج بلاند باذنجان، أوليف زيتون، ويت قمح، لولي بوب مصاصة، كانديز حلويات، ساندويتش ساندويتش، ووتر ماء، تي شاي، جام مربى، تشيز جبنة، جوس عصير. أهم الوظائف: دكتور طبيب، دينتست طبيب أسنان، كاربنتر نجار، درايفر سائق، انجينير مهندس، بيكر خباز، بوتشر جزار، بايلوت طيار، فايرمان رجل مطافي، بوليسمان رجل شرطة، بوستمان رجل بريد، هاوس وايف ربة منزل، بيوبل تلميذ، نيرس ممرضة، دايركتور مانجر مدير، كوين ملكة، جج قاضي، لوير محامي، مرشنت تاجر، ميكانيك ميكانيكي، بورتر ساعي، واتشمان غفير، تيتشر أو بروفيسور مدرس، فارمر مزارع، سوليجر جندي، درايفر سائق، إلكتريشن كهربائي، فيشرمان صياد، ميلك مان لبان الرجل بتاع اللبن، كاب مان عربجي، جروسر بقال، سينجر مغني. بعد كده الملابس: كلوز ملابس، دريس فستان، واتش ساعة، شيرت قميص، تراوزرز بنطلون، كوت سترة، بلاوز بلوزة، سوت بدلة، هات قبعة، نيك أو طاي رابطة العنق أو الكرافطة، شوز حذاء، سليبرز نعل، سوكس جوارب، كيرت جيبة، نيكلاس عقدة وقلادة، نيدل إبرة، سيزرز مقص، شورتس شورتي، تيشيرت تيشيرت، شيرت قميص، رينج دبلة، إير رينج حلق، تشين سلسلة، جامبر بلوفر جاكيت اللي هو الجاكيت، جلاسز نظارة، بنتس بنطلون. بعد كده عندنا الأرقام نمبرز 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. بعد 20 بحط نفس الأرقام عيد الترتيب من الأول، يبقى 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 29. بعد كده 30 ونعيد الأرقام من الأول برضو، 31, 32, 34 وهكذا. بعد كده عندنا 40 اللي هي 40، وبعد كده عيد بعدها ترتيب الأرقام 41, 42, 43، وبعد كده 50, 50, 51, 52, 53 وهكذا. بعد كده 60, 60، بعد كده عيد الترتيب 61, 62, 63. بعد كده عندنا 70 اللي هي 70، بعد كده نعيد الترتيب من الأول 71, 72, 73. بعد كده 80, 80, 81, 82, 83. بعد كده عندنا 90 اللي هي 90، بعدها 91, 92, 93 وهكذا. بعد كده عندنا 100 اللي هي 100، بعد كده عيد الترتيب من الأول 101, 102 وهكذا. عندنا 1000 يعني 1000، مليون يعني مليون، وبليون يعني بليون. بعد كده أهم الصفات: تول طويل، شورت قصير، فات سمين، ثن نحيف، جود جيد، باد سيء، هابي سعيد، فاست سريع، سلو بطيء، كلين نظيف، ديرتي وسخ، ساد حزين، بيج كبير، سمول صغير. عندنا الضمائر والحروف: he is هو، she is هي، it is هذا لغير العاقل، I am أنا، you are أنت، we are نحن، they are هم. وطبعا عندنا am is are معناها يكون، this is هذا يكون، ودي للمفرد القريب، that is تلك تلك تكون للمفرد البعيد، there these are هؤلاء يكونوا للجمع القريب، those are أولئك يكونون للجمع البعيد، on على، in في، under أسفل، from من، with مع، in front of أمام، behind خلف، to إلى، top أعلى، bottom أسفل، next بجوار. أهم الأفعال: go يذهب، read يقرأ، write يكتب، draw يرسم، run يجري، sleep ينام، see يرى، like يحب، don't like لا يحب، can يستطيع، can't لا يستطيع، play يلعب، swim يعوم، cut يقطع، water ماء أو يروي، plant يزرع، pull يسحب، clean ينظف، sing يغني، tell يخبر. open يفتح، close يغلق، shut يغلق، fly يطير، climb يتسلق، jump يقفز، help يساعد، wash يغسل، watch يشاهد، sit يجلس، hit يضرب، eat يأكل، drink يشرب، cook يطبخ، stand يقف، teach يدرس أو يعلم، push يدفع أو يزيح، يعني يزيح مش يدفع فلوس، لا دي يزيح قدامه، رايد يركب، سي يقول، بريك يكسر. وسائل المواصلات: كار سيارة، فان شاحنة، لوري عربية نقل كبيرة، تراك شاحنة كبيرة، بايك عجلة، موتور بايك موتوسيكل، بلين طائرة، ترين قطار، باص أتوبيس، كارت عربية كارو، تراكتور جرار. بعد كده أهم الأماكن: هاوس منزل، سكول مدرسة، كلاس فصل، زو حديقة الحيوانات، فارم مزرعة، سي بحر، هوسبيتال مستشفى، هوتيل فندق، بنك بنك، بيتش شاطئ، بيراميدز أهرامات، بارك حديقة، سينما سينما، ستريت شارع، تاون مدينة، فيليج قرية، إيربورت مطار. وبكده يبقى أنهينا أهم الكلمات الموجودة في كورس الإنجليزي إن شاء الله تعالى. نتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، وحاولوا تشيروه
تعملوا لايك وتكتبوا تعليقات أسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.